التجارة والتبادل التجاري بين البلدين لا يعكس صلاحية العلاقة ولا تهيئة العلاقة ولا عمق العلاقة اللي قد يكون هناك في الأربع سنوات الماضية سواء هذا على الأمور أو هذا. الحمد لله الآن هناك هناك راح يكون إن شاء الله أمام متبادلة عند وزير المواصلات هو موجود بالأمس عارفة مع فريق كامل نعم والناظر من الحرب كان في توافق كثير حتى إذا أمور مشتركة التي نقوم فيها بطرفين تكون في مصر إن شاء الله. فهناك صراحة أنت بين الأمور الاستثمارية الموجودة ولكن برضو أقل من اللي احنا نطمح إليه ولكن ما في استثمار إن شاء الله. لا أنت لو كلمت على أمور تجارية